السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في المحاضرة 11 من دورة الوداد في تعلم النحو العربي. في المحاضرة الماضية درسنا جمع المؤنث السالم وجمع التكسير، واليوم إن شاء الله نحاول أن ننتهي من الفعل المضارع وجمع المذكر السالم والأسماء الستة لو يعني بارك الله لنا في الوقت. طيب، سنبدأ إن شاء الله مع الفعل المضارع، لأن ابن أجرهم يقول للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد، طبعاً الاسم لا يوجد همزة، هذا خطأ، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. درسنا الاسم المفرد، درسنا جمع التكسير، ودرسنا جمع المؤنث السالم، واليوم نبدأ إن شاء الله في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هو صفحة كم تختلف على حسب النسخة الموجودة معك، يعني قد يختلف الكتاب. طيب، فسندرس اليوم إن شاء الله تعالى الفعل المضارع. طيب، طيب يعني احنا طبعا لو سنتبع الأجرومية، لو أننا سنتبع الأجرومية فسندرس الفعل المضارع في حالة الرفع فقط، سندرس الفعل المضارع في حالة الرفع فقط، لأننا نتكلم عن أن الضمة تكون علامة على الرفع في الفعل المضارع. طيب، لكننا سندرس إعراب الفعل المضارع من حيث النصب، الرفع والنصب والجزم، الرفع والنصب والجزم. طيب، بداية ما معنى الفعل المضارع؟ ما معنى الفعل المضارع؟ كلمة ضارع في اللغة بمعنى شابه، جيد؟ ضارع بمعنى شابه، فتقول ضارعت محمدا في الاجتهاد، ضارعت محمدا في الاجتهاد، يعني شابهته في اجتهاده، فمعنى ضارع بمعنى شابه. إذن نقول الفعل المضارع بمعنى الفعل المشابه، الفعل المشابه. ونحن قلنا أن المسميات ينبغي أن تدل على معنى في هذا المسمى، فأين المشابهة في الفعل المضارع؟ أين المشابهة في الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يضارع، سمي مضارعا لأنه يضارع الاسم، جيد، ويضارع اسم الفاعل على الأخص، يعني يضارع الاسم بشكل عام ثم يضارع اسم الفاعل، ثم يضارع اسم الفاعل. طيب، يضارع الاسم في ماذا؟ في الإعراب، جيد. فنحن نعرف أن الاسم معرب، يعني الغالب في الاسم أنه معرب، جيد، وكذلك الفعل المضارع معرب، إذن هو يشابه الاسم في الإعراب. طيب، يضارع اسم الفاعل في ماذا؟ في الحركات و العمل، في الحركات والعمل. كيف؟ في الحركات والعمل. خلاص، عرفنا هذا. الأولى، يضارع الاسم في الإعراب لأنه الفعل المضارع معرب، يعني القاعدة الأصلية فيه أنه معرب، وكذلك الاسم الأغلب والأعم في الاسم أنه معرب. طيب، يضارع اسم الفاعل في الحركات، هذا أول شيء، وفي العمل. طيب، كيف؟ عندما نقول أنا مثلا أجلس، أنا أجلس. طيب، لو كتبنا اسم الفاعل من الفعل أجلس، جيد، اسم الفاعل من الفعل أجلس،
فنقول أنا جالس، أنا جالس. لننظر، فتحة فتحة، سكون سكون، كسرة كسرة، وطبعا الحركة الأخيرة تختلف. جيد، فهنا المضارعة في الحركات، يعني ممكن يكون بعض الأفعال تختلف في حركة واحدة، مثل مثلا عندما نقول يستيقظ، يستيقظ ومستيقظ. جيد، فلو نظرنا للحركات هنا نقول يستيقظ وهنا مستيقظ، غالبا الحركات كما هي فقط تختلف في الحرف، في الحرف الاول. جيد، فهذا المشابهه في مشابهه اسم الفاعل في الحركات. طيب مشابهه اسم الفاعل في العمل كيف؟ عندما اقول مثلا انا اشرب الحليب، فالحليب هنا مفعول به للفعل اشرب. جيد، طيب لو اننا قلنا انا شارب، شارب بالتنوين، نقول الحليب، والحليب ايضا مفعول به لاسم الفاعل. اذا الفعل المضارع يشابه الاسم في الاعراب لانه الاسم معرب، وكذلك الفعل المضارع معرب. الاسم نعم فيه مبنيات، لكن هو معرب، يعني الاغلب في الاسم انه يعرب، لكن نعم هناك مبنيات درسناها. كذلك يضارع اسم الفاعل في الحركات وفي العمل، ولذلك سمي مضارعا. اما الدلاله على الزمن فهذا شيء اخر، يعني الدلاله على الزمن ليس مرتبطا بكلمه مضارع. جيد، طيب المضارع من حيث الزمن، المضارع من حيث الزمن ممكن يدل على ماض ومضارع ومستقبل. جيد، ماض ومضارع ومستقبل. فماض عندما نقول مثلا لم يجلس فهذا دل على الماضي، فالفعل معنى الفعل هنا انه في الماضي. طيب وهنا مضارع نقول يجلس، ومستقبل نقول سيجلس، فهذا الفعل المضارع من حيث الزمن، قد يدل على الماضي، الماضي اذا ضفنا به فيه حرف مثل لام او ما جلس، لم يجلس يدل على الماضي، على الماضي. مضارع اذا جاء بنفسه هكذا بدون سياق آخر، يعني يأخذه لمعنى آخر، إذا أضيفت له السين مثلا سنقول سيجلس، فهذا يدل على المستقبل. هذا معنى الفعل المضارع، معنى كلمة مضارع وأزمنة المضارع. طيب إعرابه، طيب إعراب الفعل المضارع، لأننا قلنا الفعل المضارع، طيب يعني دعونا نفعل تقسيما قبل ذلك، فنقول أن الفعل المضارع ينقسم أو له حالتان من حيث الإعراب والبناء، ممكن يكون معرب وقد يكون مبني، معرب أو مبني. طيب كما تعودنا نعرف الحالة الأقل ثم نعمم الكلام على الحالة الأكثر، فالبناء يكون في حالتين فقط، البناء يكون في حالتين فقط. طيب ما هما حالتا البناء؟ يكون مبنيا في حالتين، لننتبه بارك الله فيكم، نحن سندرس الفعل المضارع الآن بشكل عام. جيد، لكن الفعل المضارع ماذا؟ الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي
لم يتصل بآخره شيء. طيب مبنين إذا اتصلت به نون النسوة فهو مبني، أو نون التوكيد المباشرة فيما عدا هاتين الحالتين فهو مبني. فيما عدا هاتين الحالتين فالفعل المضارع معرب، فالفعل المضارع ماذا؟ معرب. إذا مبني في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة وإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة. جيد؟ طيب مثال، خلينا كده ندرس المضارع بشكل يعني أوسع من الأجرومية، لأن لو يعني تقيدنا بالأجرومية سندرس المضارع في حالة الرفع بالضم فقط. طيب نون النسوة مثل ها الطالبات، يحضرن الدرس. جيد، فالفعل يحضرن اتصلت به نون النسبة فأصبح مبنيا. جيد، فأصبح ماذا؟ مبنيا. فما إعراب يحضرن هنا؟ سنقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسبة. يحضرن هنا فعل مضارع مبني، مبني على ماذا؟ مبني على السكون، دائما يبنى على السكون، فعل مضارع مبني على السكون. جيد، لاتصاله بنون النسوة. طيب نون التوكيد، أقول مثلا والله لا أطيعن والدي أو والدي، والله لا أطيعن، لا أطيعن. اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع، اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع اتصالا مباشرا، يعني لا يوجد فاصل بين الفعل المضارع والنون. طيب ما إعرابه هنا؟ فعل أطيع فقط، هكذا أطيع، هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. طيب متى تكون نون التوكيد غير مباشرة؟ متى تكون نون التوكيد غير مباشرة؟ يعني ننتبه الآن، نحن نتكلم عن الفعل المضارع المبني، الفعل المضارع المبني. الحالة الأولى نميز بين ماذا؟ نميز بين ماذا؟ المباشرة وغير المباشرة. طيب حضرتك ستعرفين الآن، عندما نأخذ المباشرة سنعرف غير المباشرة. طيب لو أنني أحدث المثنى فأقول ها يا طالبان لي تكتبان الدرس، لتكتبان الدرس. طيب الفعل المضارع هنا أين نهايته؟ أين نهاية الفعل المضارع؟ جيد، طيب الفعل المضارع هكذا، أين نون التوكيد؟ هذه نون التوكيد. إذن فصلت الألف بين الفعل وبين النون، فالفعل هنا معرب. فالفعل ماذا؟ لماذا معرب؟ لأن فصل بين نون التوكيد و الفعل المضارع بالألف، فصل بين نون التوكيد والفعل المضارع بالألف. جيد، بالألف. طيب واضح؟ هو طبعا هنا لتكتباني، لأن هنا نونان، هنا نونان كما قال الله عز وجل
فاستقيم ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيم ولا تتبعاني، فصلت الألف بين الفعل المضارع تتبع وبين نون التوكيد. جيد، فالفعل هنا معرب، الفعل هنا معرب. يعني النون هنا عندما قلت لا أطيعن، جيد، لا أطيعن، طيب لا أطيعن الفعل هنا هذا هو الفعل أطيع، الهمزة معه نعم أطيع، فالفعل ينتهي بالعين. طيب والنون اتصلت به مباشرة، لا يوجد فاصل بين الفعل والنون، فهذا اتصال مباشر، فالفعل هنا ماذا؟ مبني. طيب هنا فصلت الألف، ألف المثنى، بين الفعل تكتب وبين النون، جيد، فالفعل هنا معرب لأنه فصل بين الفعل الذي ينتهي بالباء وبين النون، فصلت بينهما الألف، فالفعل هنا ماذا؟ معرب. طبعا الفعل المضارع سنتعرض له مرة ثانية وندرسه بالتفصيل، جيد، لكن الآن الغرض الأساسي هنا أن ندرس الفعل المضارع في حالة الرفع، لكننا سندرسه مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. طيب إذا الفعل المضارع، الفعل مرة ثانية سريعا، الفعل المضارع مبني أو معرب؟ متى يكون مبنيا؟ يكون مبنيا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. طيب متى يكون معربا؟ إذا كانت حالته يعني دون ذلك، إذا لم يتصل بنون النسوة أو لم يتصل بنون التوكيد المباشرة، ففي هذه الحالة يكون معربا. أرجو أن يكون قد اتضح المراد. طيب الفعل المضارع من حيث الإعراب، مرفوع ومنصوب ومجرور، جيد، هاتان هذه حالات الفعل المضارع، مرفوع ومنصوب ومجرور. طيب متى يكون مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجرورا؟ اها، طيب هناك مستيقظان، الاستاذه صفاء والاستاذه هبه، ما شاء الله ممتاز. ممتاز، اذا الفعل مرفوع ومنصوب ومجزوم، مرفوع ومنصوب ومجزوم. طيب نعم، الفعل المضارع يكون مرفوعا او منصوبا او مجزوم. طيب متى يكون الفعل المضارع مرفوعا، متى يكون منصوبا، ومتى يكون مجزوم؟ طيب سنكتب بطريقة أخرى حتى، طيب سنقول مرفوع منصوب ومجزوم، مرفوع ومنصوب ومجزوم، مرفوع منصوب إذا سبق بجازم، يعني أداة من أدوات الجزم، حرف من حروف الجزم، حرف من حروف الجزم. طيب آه
إذا سبق بناصب. طيب أتمنى أن نكون يعني إيه منتبهين دائما. طيب إذا سبق بناصب مجزوم، إذا سبق بجازم. طيب إذا سبق بجازم حضراتكم صحيح فوق راسي طبعا. طيب مرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. فعندما نقول أنا أحب نقول مثلا إيه، خلينا نقلبها كده أكل وحاجات تفتح النفس. أنا أحب المحشية، تمام؟ الفعل أحب لم يسبق بناصب ولا جازم، تمام؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، جيد؟ فلذلك الفعل أحب هنا مرفوع، صحيح؟ لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب المنصوب إذا سبق بناصب، إذا سبق بناصب ما هي النواصب وما هي الجوازم؟ هذا درس آخر سندرس نواصب الفعل المضارع ندرسه كلها، وجوازم الفعل المضارع ندرسها كلها في درس واحد. طيب منصوب إذا سبق بناصب، أدوات النصب مثل أن ولن وإذا وكي ولم وكي وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، كل هذه نواصب. فعندما نقول أنا أو أريد أن آكل، ماذا؟ من الذي سيكتب هنا؟ يعني ماذا أريد أن أكتب؟ الذي سيكتب الكلمة يعني سيكون مستيقظا. أنا أريد أن آكل ماذا؟ ما فيش حد يعرف؟ محشي، ممتاز دكتورة هدير، أحسنت يا دكتورة هدير، نعم المحشية. طيب الفعل آكل فعل مضارع منصوب لأنه سبق بناصب وهو الحرف أن، الحرف أن. طيب ممتاز، فعل مضارع منصوب طبعا وعلامة نصبه الفتح، جيد. طيب مجزوم أنا لم آكل ماذا اليوم؟ مين هيعرف؟ برضو المحشي؟ طيب تمام، طيب خلينا كده بدون الألف واللام حتى لا نوقع أنفسنا في إيه؟ احنا تكلمنا قبل ذلك. طيب أنا لم آكل، فالفعل آكل مجزوم، لماذا مجزوم؟ لأنه سبق بجازم وعلامة جزمه السكون، مجزوم وعلامة جزمه السكون. ليه نفس الأكلة؟ هو المفروض ننوع يعني، بس هو دلوقتي نتكلم عن المحشي وبعد كده نتكلم عن شيء تاني. طيب بارك الله فيك. مرفوع فعل مضارع مرفوع إذا سبق، إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، منصوب إذا سبق بناصب، مجزوم إذا سبق بجازم، تمام. هذه خلاصة إعراب الفعل المضارع متى يكون الفعل المضارع مبني. طبعا لأنه في الأجرومية يتناول الضمة، فيقول والضمات تكون علامة على الرفع في أربعة مواضع، من بينها الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. طيب هو لم يذكر إذا لم يعني يسبقه شيء، فهو يقصد أنه في حالة رفعه، لكن ممكن يكون في حالة الرفع لكن يتصل به شيء، جيد؟ طيب
ليه هتكون حال؟ ازاي المحشي يكون حال؟ ده المحشي ده مفعول به يا استاذه سوما، مستحيل يكون حال طبعا، والا يعني لو حالنا محشي يبقى الدنيا عليها السلام يعني. لا، مفعول به. تمام. طيب، لان محشي اسم جامد، فكيف يكون اسم الاسم الجامد حالا؟ طيب، فهمنا هذا، فهمنا المحشي، اقصد الفعل المضارع. طيب، اذا لم يتصل باخيره شيء، ماذا قصد؟ ماذا قصد ابن اجبون؟ يقصد الافعال الخمسه، مثل مثلا يجلسون، تجلسون، يجلسان، تجلسان، تجلسين. هذه الافعال الخمسه. طيب، الافعال الخمسه اتصل الفعل المضارع الاخير هو يجلس فقط، اتصل به واو ونون، وهنا واو ونون، هنا الف ونون، الف ونون، ياء ونون. اذا هنا اتصل باخر شيء، اذا يخرج من حاله، يخرج من حاله انه مرفوع بالضم. جيد. لماذا نونت؟ هو السؤال. فانا حبيت اطلع نفسي من كما يقولون يعني من حفرات فوقعت في بئر. هو لماذا جعلتها نكره؟ لم اكل، المحشي. هو هنا طبعا لابد ان نضع كسره هنا، لم اكل. فانا يعني نكرتها حتى لا اقع في هذا الامر الان يعني. جيد. فلانها نكره نونت، ولماذا جعلتها نكره؟ لان حتى لا اضطر الى وضع الكسره، لان هنا التقى ساكنان، فنضع لابد نضع كسر، لكن هنا لا يوجد ساكنان فنضع السكون. هذا هو المقصود يا استاذه صفاء. طيب. واضح ماذا قصد ابن الروم؟ انه اذا لم يتصل باخر شيء يقصد الافعال الخمس. طيب، متى سندرس الافعال الخمسه؟ سندرسها في حينها. جيد، سندرسها في مكانها. طيب، سريعا كده، الفعل المضارع في القران الكريم، الفعل المضارع في القران سواء بقى مرفوع او منصوب او مجزوم، لكن عايزين بالحركات، بلاش اللي هي بالحروف يعني الافعال الخمسه وهذا، لا، عايزين خصوصا المرفوع بالضم. اريد ايه، كل زميل كده يكتب ايه، وايضا المبني لو فيه فعل مضارع مبني في القران نكتب الايه. فاريد ان اتلقى الاجابات الان. ايه فيها فعل مضارع مرفوع او منصوب او مجرور، كانهم لم يلبسوا. يا استاذ صفاء انا طيب، لم يلبسوا هنا طبعا مجزوم لكن بحذف النون، يعني ليس معنى لن يؤمن لك حتى تفجر لنا. ممتاز. لن نؤمن، نؤمن فعل مضارع منصوب لانه سبق بلن، لن نؤمن لك حتى تفجر، تفجر ايضا فعل مضارع منصوب على التصميم الفتحه لانه سبق بحتى، لم يلد فعل مضارع مجزوم وعامل لازم السكون لانه سبق بلن. طيب، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طبعا اتى فعل ماضي، يكن فعل مضارع مجزوم عن لازم السكون. وتالله لاكيدن، ممتاز، لاكيدن طبعا ده مبني لانه اتصل به التوكيد المباشره. الم ترى كيف فعل ربك بالطيب؟ الم ترى كيف فعل ربك بالطيب؟ فين الفعل المضارع هنا يا استاذة اسماء بن عيسى؟ فين الفعل المضارع؟ سيقول المخلفون، نعم، سيقول فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق بناصب ولا لازم. طبعا السين ليست من النواصب او الجواز، هو فقط حرف للزمن، الزمن المستقبل. اتى امر الله، فين الفعل المضارع؟ اتى. اياك نعبد واياك نستعين، نعم، فعلان مضارعان مرفوعان بالضمه لانهما لم يسبقا بناصب ولا لازم. ربنا لا تكلفنا ما لا طاقه لنا، لا تكلف نا، لا تكلف، ما تكلف، تا
فعل مضارع مجزوم عن البزنس كل ما سبق بلا الماهيه. طبعا هنا لا نقول لا الماهيه انما نقول لا الدعاء، لا التي تدل على الدعاء، لاننا لا نقول النهي موجه من الانسان الى الله، نقول اللام هنا للدعاء. طيب كما لانه قال ابن جروم ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء، سندرسها ان شاء الله. فلا يعني ربنا ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، اللهم من هذا الدعاء من أحب الأدعية يعني، ولا تكلفنا يعني نلتزم هذا الدعاء أنه نسأل الله ألا يكلفنا ما لا نطيقه. فتكلفنا مجزوم، لماذا مجزوم؟ سبق بلا. طيب ما نوع لا؟ لا الدعاء، لا التي تفيد الدعاء إذا كانت من البشر يعني من الأدنى إلى الأعلى فهي للدعاء، من الأعلى إلى الأدنى فهي للماهية، سندرس هذا إن شاء الله. قل أعوذ برب الفلق، ممتاز أعوذ، أحسنت يا أستاذ هوية. أستاذ سمو من الناس من يقول في المضارع ترى، فين ترى دي؟ ألم ترى؟ معذرة، ترى صحيح صحيح أحسنت، ألم ترى، لأنه طبعا الفعل المعنى الماضي جيد والفعل مضارع وهو طبعا هنا مجزوم بالحذف، لم ندرس الجزم بالحذف، تمام سندرس ان شاء الله. والوالدات يرضعن، يرضعن هنا والوالدات يرضعن، ما اعراب يرضعن؟ مرفوع بماذا؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. طيب يرضعنا، ما يعرب يرضعنا؟ طيب نتوقف عن كتابة الجمل ويرضعنا، ما يعرب يرضعنا؟ طيب يرضعنا هنا مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ يرضعنا مبني على الفتح، هي فين الفتح يا استاذ ادمي او استاذ ادمي لا ادري، مبني على السكون، ثبوت النون، كيف يا استاذ شيماء عبد المجيد؟ لا فين ثبوت النون؟ لا 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 تكلمنا منذ قليل اذا اتصل به نون النسوه فانه يكون مبنيا، فهي ذي نون النسوه وليست نون الرفع. حذف الواو، فين حذف الواو؟ فين يا أستاذة سومة؟ أستاذة سومة يعني أرجوك ترد عليها، فين حذف النون الواو في يرضعنا؟ مضارع مرفوع مبني، طيب إزاي مرفوع ومبني في نفس الوقت؟ مضارع مرفوع مبني، لا مبني على طول على سكون اتصال بنون النسوة. نعم أستاذة أسماء، يرضعنا مبني على السكون اتصال بنون النسوة، طيب ممتاز. أستاذة سومة وضحي لي من فضلك، أحسنت يا أستاذ صفاء برضه وفيك أنت ممتازة، آسف لاحظت نسيت أن أذكرك برضه وفيك. طيب ممتاز، إذا سندرس فعل مضارع مرات بعد ذلك في النصب وفي الأفعال الخمسة سندرسه مرة. طيب خلاص الفعل المضارع تمام ولا محتاجين فيه شيء؟ احنا لنلاحظ بس عشان لو وقعنا ورأينا فعل المضارع مش عارفين نعربه، احنا تكلمنا عن الفعل المضارع المعرب والمبني، قلنا المبني في حالتين وشرحناهما، والمعرب بالحركه بالفتح بالضمه بالفتح بالكسر. في فعل مضارع يكون منصوب بالحذف بحذف النون، مجزوم بحذف النون او بحذف حرف العله، سندرسه فيما بعد. فتح الله عليك يا استاذه سونا. طيب ننتقل إلى يعني كما قال ابن أجروم، لو نعود إلى الأجرومية، وإياك أستاذ أمين، لو نعود إلى الأجرومية يقول وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. لو نذكر نحن قلنا إنه الرفع له كم علامة؟
خمسة أم ستة؟ ها الرفع لو خمس علامات أو ست علامات؟ أربعة. حضرتك متأكدة يا أستاذة ريهام؟ ها خمسة أو ستة علامات الرفع؟ أو سبعة يعني مش مشكلة. أنتم مصرون على أربعة يعني؟ أربعة، طيب ممتاز. درسنا الضمة، درسنا الضمة جيد، والواو سنبدأ فيها، وهناك الألف وهناك ثبوت النون. فقال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين فقط، في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة التي وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. جيد. طيب الأسماء، الجمع المذكر السالم، جمع يعني عكس مفرد وعكس مثنى، فهو سيدل على الجمع يعني ثلاثة فأكثر. طيب مذكر يعني ليس مؤنث، درسنا المؤنث. سالم يعني ليس ماذا؟ ليس تكسير. وأظن فرقنا بين جمع سالم وجمع تكسير في المرة، في المحاضرات الماضية. من أراد أن يفهم هذا فليعود إلى المحاضرة الماضية. طيب جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. طيب ما هو جمع المذكر السالم؟ ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، صح كده؟ خطأ، خطأ. طيب بما أنكم أجمعتم على هذا، نعم اثنتين، هذه كما قلنا قبل، كنا نقول اثنين أو اثنتين في جمع التكسير، لكن هنا نتكلم عن جمع مذكر سالم. جيد. فنقول هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. مثال: مسلم مسلمون، مسلم مسلمون. جيد. ها محمد محمدون، محمد محمدون. طيب هل الأمر كده؟ طبعا أنا أقصد نعم محمدون على الرفع يعني، ومعنى مسلمين ومحمدين. طيب هل الأمر كده مفتوح؟ أي اسم أجمعه جمع مذكر ولا ليه قواعد وليه شروط؟ نعم له شروط. طيب خلاص عرفنا معنى جمع مذكر سالم، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ياء ونون أو واو ونون. جيد. طبعا في آخره وليس في أوله، في آخره. طيب طيب جمع المذكر السالم إذا جاء من الاسم، إذا جاء من الاسم له شروط. طيب
أن يكون لمذكر لعاقب لغير منتهم بالتاء وأخيرا ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. تمام؟ إذا جاء من الاسم طبعا ويأتي من الاسم فقط، لكن أقصد الاسم العلم والصفة، الاسم العلم والصفة. طيب لابد أن يكون مذكر عاقل غير منتهي بالتاء، ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب فطبعا خلاص شرط المذكر خلاص عرفناه، جيد عرفناه. عاقل لو أنني قلت قلم، قلم مذكر، لكن هل هو عاقل؟ لا. هل نجمعه ونقول قلمون؟ لا، فهو افتقد شرط. جيد، إذن هنا غير عاقل. جيد، هذا غير عاقل. طيب غير منتهي بالتاء مثل طلحة، طلحة ده اسم علم ومذكر وعاقل. تمام، طلحة اسم علم ومذكر وعاقل. طيب هل يجمع على طلحون أو طلحتون؟ لا. لماذا؟ ها، ين منتهم بالتاء، منتهم بالتاء. طيب ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني هناك كلمات تطلق على المذكر والمؤنث، جيد، ولا نحتاج أن نفرق بينهم، فنفس اللفظ يطلق على المذكر وعلى المؤنث. طيب فنقول ليس مما يستوي في المذكر والمؤنث، مثلا لو أننا قلنا صبور، جيد صبور. طيب هل صبور تجمع جمع مذكر سالم؟ لا. لماذا؟ لأنها للمذكر وللمؤنث، فليست خاصة بالمذكر، فنقول رجل صبور وامرأة صبورة. رجل صبور وامرأة صبورة. طيب في سؤال، في سؤال، لا عجوز، لا لا، جيد، أنا أقول صبور وليس صابر يا أستاذ الأمان، أقول ماذا؟ صبور، شكور، عجول، جيد، حنون مثلا. تمام. طيب الأستاذ دكتورة هديك تقول عجوز، لا عجوز هي ليست مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، لكن كلمة عجوز تطلق على المرأة، والرجل الطاعن في السن يسمى شيخا، جيد، فنقول فكلمة عجوز لا تطلق على في اللغة يعني الصحيحة، لا تطلق على الرجل، إنما نقول امرأة عجوز، ورجل شيخ، وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا. جيد، فامرأة عجوز هذا لفظ يطلق على المرأة فقط، رجل شيخ هذا لفظ يطلق على الرجل فقط، فكلمة شيخ، وأبونا مثلا شيخ كبير، جيد، فكلمة شيخ تعني الرجل الطاعن في السن أو في العمر. طبعا كلمة شيخ عندنا بقت واسعة جدا جدا، فتطلق على أي شخص
مثلا التزم او لديه لحيه او يحفظ شيئا من القران فيصلي بالناس فيسمى شيخا. ده طبعا غير يعني صحيح. طيب طيب رجل عجوز قلنا في اللغة، اللغة رجل شيخ، والمرأة يطلق عليها عجوز، امرأة عجوز، وأنا نعم وأنا عجوز عقيم، المرأة قالت وأنا عجوز عقيم جيد. طيب فكلمة عجوز هي يعني في لفظها ربما تدل على المذكر لكن هي للمؤنث، مثل مثلا كما قلنا مثلا امرأة حامل ما ينفعش معها هذا الجمع. جيد يا أستاذة أسماء، أنا قلت صبور وليس صابر. صابر ده شيء، لأنه صابر رجل صابر وامرأة صابرة، فصابر ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، لكنني أقول صبور على وزن فعول. فعول ليس إذا جاء المبالغة يطلق على المذكر والمؤنث. صبور، عجول، كلها ودود مثلا. طيب امرأة صبور رجل صبور، لا مش أي شيء، لها قاعدة ندرسها في حينها. طيب هو في سؤال وتكليف، سؤال وتكليف، لماذا لا نقول امرأة صبور؟ يعني لماذا هذه الصفات يستوي فيها المذكر مع المؤنث؟ السبب إيه؟ ما هو السبب؟ يعني ده بحث بقى لمن أراد، مش ليس الآن، ليس الآن يعني بعد المحاضرة نأتي كده بالجواب الشافي. لماذا كلمة مثلا صبور، عجول، كل هذه الكلمات، شكور، تطلق على المذكر والمؤنث في حين واحد؟ هذا تكليف وسنرى من سيكون أولا، طبعا مش الآن، بعد الدرس إن شاء الله، بعد المحاضرة. طيب جمع المذكر السالم، إذا جاء من الأسماء فيشترط أن يكون مذكرا عاقلا غير منتهي بالتاء، ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب إذا جاء صفة، إذا جاء صفة، نعم فالصفات تجمع جمع مذكر سالم، مثل صابر صابرون، مهندس مهندسون. جيد. طيب بارك الله فيكم، يعني انا طلبت الجواب بعد المحاضره فليس الان، يعني بارك الله فيكم، تمام بعد المحاضره نتكلم، يعني ده تكليف بعد حتى لا ننشغل ب انا اعلم الحمد لله، لكنني فقط عايز ان الناس يكون في يعني نشاط شويه. طيب صفه لابد ان تكون مذكره، ايوه تكون هذه الصفة لمذكر عاقل غير منتهي بالتاء. جيد. ليست فعلاء، مثلا أفعل، فعلاء. جيد. شو أفضل كذا أفعل نسميه فعلاء. جيد. وليست فعلان، فعلا. جيد. ليست فعلان، فعلا. يعني ايه الكلام ده؟ الصفات، لو انني قلت مثلا مثلا صابر، دي صفة، تمام، على أساس أنها صفة ليست مسمى، إذا كانت فعالة فتطلق هنا، تكون هنا، لكن هنا نتكلم عن أنها صفة، تمام. طيب مذكر، نعم مذكر. عاقل، نعم تطلق على العاقل، إذا أطلقت على العاقل. غير منتهي بالتاء، نعم. طيب هل هي على وزن أفعل فعلاء؟ لا، هي ليست على وزن أفعل، هي على وزن فاعل. طيب أفعل فعلاء زي إيه؟ أبيض،
بيضاء. زين ابيض بيضاء، فابيض ما ينفعش اجمعها على ابيضون. لا يا حبيبي لا، خطا، ليس جمع ابيض ابيضون. لماذا؟ لانها المؤنث منها بيضاء. طيب فابيض جمعها ماذا؟ بيضاء. بيضاء باء مضمومه ياء ساكنه. طيب لو انني قلت اكبر، هل كلمه اكبر تجمع جمع مذكر سالم؟ نعم او لا؟ اريد فقط نعم او لا، اريد الجواب نعم او لا. كلمه اكبر تجمع جمع مذكر سالم نعم او لا؟ لا. لا. تمام. نعم. لا لا. أنا أقول أكبر وليس أكابر. كبراء جمع تكسير كبار. لا، كبار جمع كبير. كبار جمع كبير. طيب هي على وزن أفعل صحيح، لكن ما المؤنث منها؟ ما المؤنث من أكبر؟ ما المؤنث؟ هل هو على وزن فعل يعني أكبر كبراء؟ يعني هل كبراء دي موجودة؟ لا، هي على وزن كبرى، يعني المؤنث من أكبر كبرى. جيد، فهي تجمع فنقول أكبرون. وطبعا هناك كلمات تجمع جمع مذكر سالم وتجمع جمع مؤنث سالم، لا مشكلة في هذا، مثل طالب طلاب وطالبون كما قلنا. إذا أكبر كبرى، إذا أكبر هذه تجمع جمع مذكر سالم لأنها نعم على وزن أفعل، لكن المؤنث منها ليس فعلاء. أفعل فعلاء دي في الصرف، والأوزان دي في الصرف. إن شاء الله إن أطال الله في أعمالنا ندرس الصرف والبلاغة أيضا إن شاء الله. طيب على وزن فعلان فعلا، زي مثلا عطشان، المؤنث منها عطشا. جيد، عطشان جمعها عطاش. عطاش جيد، فهي فعلا عطشان، فعلا عطشا، لا تجمع جمع مذكر سالم لانها على وزن فعلان فعل. ظمآن ظمآ. جيد، طيب هذه هي شروط جمع المذكر السالم. طيب قبل أن نأخذ إعراب جمع المذكر السالم نتكلم عن الملحق. ها الملحق لجمع المذكر السالم، الملحق لجمع المذكر السالم. هل هناك كلمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم لكنها ليست للمذكر السالم؟ نعم هذا صحيح. طيب قال ابن مالك، انا طبعا يعني برضو ان شاء الله ربنا يكرمك كده ونحفظ الالفيه واكمل حفظها معكم ان شاء الله، جميله غايه في الجمال. جيد، جميله غايه في الجمال. يقول ابن مالك وشبه ذين، وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. طب هنكتب الأبيات دي ونحاول إن احنا نحفظها. وشبه ذين وبابه عشرون ألحق وشبه ذين، نعم وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون، وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. ننتبه كده لهذه الكلمات، هذه الكلمات ملحقة بجمع المذكر السالم. عشرون وبابه والأهلون، وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق
والأهلون أولو وعالمون عليون. أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. وأرضون شذ والسنون جيد. وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. ننظر لهذه الكلمات أولو عالمون عليون أرضون السنون. جيد، هذه الكلمات ملحقة بجمع المذكر السالم، تمام؟ يعني وشبه ذين، يعني وشبه ما يجمع جمع المذكر السالم. عشرون وبابه، يعني عشرون يريد نحفظ البيتين دول، يعني بيتين سيضيفان لنا الملحق بجمع المؤنث السالم. طيب، لا والله مش سنوات، لا ده الإلحاق. جيد، الإلحاق يعني تجد تعرب إعراب جمع مذكر سالم لكنها فين كلام من لم يذكر؟ أستاذة هبة الحلبي، حضرتك تقصدين يعني إنه ما يكونش على وزن فعلان فعل أو أفعل فعلات؟ نعم، إذا جاء على هذا الوزن ف لا يجمعان لما مذكر سالم. طيب البيتين دول نحفظهم، وشبه ذين يعني وشبه جمع المذكر السالم وبه عشرون وبابه. بابه يعني عشرون ثلاثون أربعون خمسون حتى تسعون، هذه تجمع تعرب إعراب جمع المذكر السالم. جيد، و الحاقا به، ليس لانه ليس معربا اعرابا، يعني ليست هذه الكلمات تدل على جمع المذكر السالم لانها تفتقد شرط. كما قلنا كلمات وردت في اللغه جمعت على جمع المذكر السالم لكنها تفتقد شرطا او شرطين من شروط جمع المذكر السالم. فعندنا عشرون، جاءت عشرون وعشرين. جيد، وبابوه المقصود الفاظ العقود عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون. وبابوه الحيطة والأهلون، كلمة أيضا الأهلون. جيد، وما المال والأهلون إلا ودائع. جيد، ولا بد يوما أن تسترد الودائع. فالأهلون أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم. لو رأيت كلمة الأهلون دي نقول أنها مثلا لو كانت مرفوعة مثلا فاعل، نقول فاعل مرفوع علامة رفعه. لو قلت جاء الأهلون، الأهلون فاعل مرفوع علامة رفعه جمع المذكر السالم لأنه مل معذرة. جاء الأهلون، الأهلون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. سنأخذ إعراب جمع المذكر السالم الآن. أولو كلمة أولو، يعني أولو كلمة عالمون، كلمة عليون، كلمة أرضون جمع أرض. جيد، وكلمة السنون. إذن هذه الألفاظ تعرب إعراب جمع المذكر السالم. هي ليست جمع المذكر السالم لكنها تعرب إعرابه. نحفظ هذه الكلمة البيتين، وشبه ذين وبه عشرون وبابه والحيطة والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والثنون والسنون. جيد، أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. طبعا يوجد كلمة بنون أيضا. جيد، بنون موجودة مع الملحق بجمع المذكر السالم. طيب تكلمنا عن تعريف جمع المذكر السالم، شروط جمع المذكر السالم الملحق بجمع المذكر السالم. طيب هنا نقول إعرابه جمع المذكر السالم مرفوع منصوب مجزوم. صحيح، مرفوع منصوب مجزوم.
جيد؟ طيب يا استاذ صحر انا كتبت مجرور، ما المشكله؟ انا كتبت مجرور. طيب ممتاز. طبعا دي استراتيجيه كده فكاهيه في التعليم، تمام؟ نعم اعلم انني قلت مجرور، جيد. انه احيانا الفظ بشيء واكتب شيء اخر يلاحظه الطلاب فيؤدي هذا الى شيء من المرح. الى شيء، طبعا اقصد الطلاب الاعاجم، تمام؟ يؤدي ذلك الى شيء من الترويح عن النفس. مرفوع منصوب مجزوم، انا اكتب اصلا كلمه مجرور، جيد. ف طيب للصحصحة، بارك الله فيك يا استاذه امان، صحصحة على وزن فعلها. طيب مرفوع وعلامه رفعه الواو، منصوب وعلامه نصبه الياء، مجرور وعلامه جره الياء. صلى المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب رأيت الطاهين، جيد. طب سنعود طبعا للمحشي مرة ثانية. رأيت الطاهين المحشية، تمام؟ يعني أنا أحب المحشي شيئا ما. طيب فرأيت الطاهين، الطاهين جمع طاهن طبعا، تجمع الطاهون أو الطاهين، جيد، الطاهون أو الطاهين. طيب فالطاهون هنا مفعول به، الطاهين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المحشية طبعا مفعول به الاسم الفاعل الطاهي. طيب مجرور وعلامة جره الياء، فنقول مثلا جالست المثقفين، جالست المثقفين، المثقفين ايه ده؟ لا طبعا اعتذر، جلست مع المثقفين، تمام؟ طبعا هي جلست هي اوقع في المعنى من جلست مع، جيد؟ لانه ممكن جلست مع ولا افهم شيء، لكن جالست يعني فاعلت من المفاعله، فجالستهم وتحدثت معهم واستفدت منهم وافدتهم، هكذا هذا معنى جالست. لكن جلست فقط يعني جلست بدون تفاعل. ده طبعا معاني في الصرف، ربنا يكرمنا واياكم وندرسه ان شاء الله، تمام؟ يبقى المثقفين مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء لانه جمع مذكر سالم، لانه جمع مذكر سالم. بقي لنا نقطة نتكلم عن النون، نون جمع مذكر سالم، لكن الآن عايز أمثلة من القرآن الكريم على جمع مذكر سالم. يلا. ليه ما... ليه اسم مجرور يا استاذ سوم؟ مع دي ظرف، ظرف مكان، جيد. حروف الجر ليس من بينها مع، هكا حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي وون وتاء والكاف والباء والعل ومتى. طيب بارك الله فيك. نقول شغلتنا أموالنا وأهلونا، أهلونا طبعا فاعل اسم معطوف مرفوع ولم ترفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم،
نعم طبعا يرد لا فعل مجزوم لانه وقع في جواب الطلب. فعل مضارع مجزوم وعامل جزم حذف النون. حذف النون ده هندرسه في حذف النون في علامات الجزم والنصب ان شاء الله. ربنا يكرمنا واياكم ونصل اليها يعني. يطيل الله في الاعمارين. طيب انما المؤمنون اخوة. المؤمنون نعم مبتدا مرفوع مرفوعين. اخوة طبعا همزة الهمزة تحت الالف. الصابرين والصادقين الذين هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. طيب قل يا ايها الكافرون ممتاز ممتاز. المفلحون قد افلح المؤمنون قد افلح المفلحون قد افلح المؤمنون المفلحون ايضا اولئك هم المفلحون. نعم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات كل هذه منصوبه أو معطوفة على منصوب فهي منصوبة بالياء. ممتاز. الذين هم في صلاتهم خاشعون فتكونان من الظالمين. الظالمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب هناخد بس مثال على الإعراب. طيب يعني أظن الإعراب واضح. صلى المسلمون. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب إيه وقل المؤمنون يغضوا من أبصارهم. أنا أعتذر طبعا وقعت في خطأ إن شاء الله يعني أخطأت طبعا. وقل المؤمنون يغضوا من أبصارهم. طبعا يغض ده فعل مضارع مجزوم لكن هو الكلام على المؤمنين. للمؤمنين. المؤمنين هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ويغض ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون سندرسها إن شاء الله. طيب رأيت القاضين رأيت القاضون رأيت كيف رأيت القاضون. نعم رأيت القاضين جاء القاضون سلمت على القاضون وراسخون في العلم. كل هذا ممتاز أحسنت يا أستاذ صغار ممتاز. طيب أطلنا عليكم اليوم نعتذر إليكم أشد الاعتذار. طيب ضبط النون حذف النون. طبعا اقصد نون جمع المذكر السالم. ضبط النون افرق بين نون التثنية ونون الجمع. نون التثنية ونون الجمع. فنون التثنية عندما نقول ها محمدين لو اننا مثلا سنقول رأيت محمديني ها محمديني. طيب لو جاءت كلمة محمدين محمد دي جمع مذكر سالم منصوب مثلا فنقول ماذا محمدين. ايه الملاحظ هنا ان الياء دي في المثنى قبلها فتحة بعدها كسر يعني اقصد في النون. تمام فنون المثنى مجرورة مكسورة ونون الجمع مفتوحة. هذا ما قصدته بضبط ضبط النون. نون المثنى مفتوحة وقبل الياء فتحة ونون الجمع مفتوحة وقبل الياء كسرة. برضو العلة لو نقول سنقول مثلا لو أننا قلنا محمدين توالي حركتين متقاربتين فتحة وفتحة أو لو قلنا محمديني برضو فيها ثقل يعني نجرب كده لو نقول محمدين او محمدين ايسر. نعم محمدين ممكن تكون سهله لكن الاسهل محمدين. طيب محمديني ممكن تكون سهله لكن الاسهل منها محمدين مسلمين. ممتاز هذا عن ضبط النون. حذف النون حذف النون تحذف النون إذا أضيف والكلام ده طبعا ينطبق على المثنى أيضا
إذا أضيف إذا أضيفت الكلمة. طيب فلو نقول جاء طالب العلم، فين النون؟ حذفت للإضافة. تمام؟ طيب لو أنا قلت مع جمع المذكر السالم سأقول جاء طالب العلم. جيد؟ جاء طالب العلم، طبعا لا يوجد واو هنا. تمام؟ أقول جاء طالب العلم، حذفت النون للإضافة. جيد؟ جاء طالب العلم، حذفت النون أيضا للإضافة. أو ممكن أقول جاء طالبان للعلم، جاء طالبون للعلم. لماذا رجعت النون؟ لأنه النون هنا الكلمة ليست مضافة، فتحذف النون إذا أضيفت الكلمة. جيد؟ طيب طبعا لن نستطيع ان احنا نبدا في جمع في الاسماء الخمسه، ندرسها في المحاضره التاليه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى. ارجو ان اكون قد افدتكم. جيد؟ واستفدتم واستمتعتم. جيد؟ نلتقي ان شاء الله في المحاضره التاليه، وهيكون يعني في امتحان على المحاضرات الماضيه التي لم نختبرها، ممكن يكون امتحان طويل شويه. تمام؟ على المحاضرات الماضية تقريبا 3 محاضرات لم نختبر فيها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب. مع السلامة.